Simple Ukraine. أهلا وسهلا بكم في قناتنا. أصدقائي الأعزاء، نستعد لعيد رأس السنة وعيد الميلاد، والآن نقوم بتزيين شجرة الشوه. نضع شجرة الشوه. عندنا هذه الشجرة اصطناعية لأننا نعتني بالطبيعة. نعم، وهكذا. الآن أمي تزين الشجرة بكرات بزينة جميلة. انظروا، كلها مختلفة. أوه، هكذا لامعة، كل زينة فريدة من نوعها. انظروا، هذه الزينة ساعة قديمة، قديمة جدا، منتصف الليل إلا 5 دقائق. جميل. أمي تأخذ كل ذلك من هنا، من هذه العلبة. بابا نويل، ما شاء الله. انظروا، كلها مختلفة وجميلة طبعا. تفاحة تعجبني. أمي تشاهد جمال شجرة الشوه. انظروا، الآن ستقوم بإضاءتها. أوه، جميلة، ما شاء الله. أجواء عيد رأس السنة وعيد الميلاد. نستعد للاحتفال بعيد رأس السنة. انظروا، تحضر أمي اللحم مضروب، يعني طبق فرنسي بالطماطم وبصل. كذلك عندنا شطائر بالسمك، شبروتي سمك معلق، وخيار. كذلك حضرت أمي كعكة، تسمى هذه الكعكة ببيت النمل، لذيذ، بحليب مكثف مسلوق. نقلنا المائدة إلى غرفتنا ووضعنا الغطاء الجميل، غطاء عيد رأس السنة. نرى هنا زينة شجرة الميلاد، جميلة. وسنضع هنا كل الأطباق، كعكة لذيذة، بيت النمل.
شطائر بالسمك والخيار. جميل. مايونيز و ثوم. سلطة ميموزة لذيذة جدا. سمك هناك وجزر مسلوق وبطاطس وبصل وبيض مسلوق. هذه زينة حضرتها أمي، صنعتها بأيديها. وهنا عندنا شطائر بالكافيار وسمك أحمر وبطاطس محمر في الفرن. نضف الثلج ولحم مضروب بالخضروات والجبن، يسمى مياسو بو فرانسوسكي، يعني لحم محضر بطريقة فرنسية. وفطر ما شاء الله، فطر بوليت مأكول بالبصل، بصل أخضر وبصل هذا بنفسجي. وهذا سمك محمر في الفرن سقمري ما شاء الله. أبي يجلس على الأريكة المريحة يتصفح الإنترنت، ونحن نستعد للعشاء الاحتفالي. أولا نودع سنة ماضية ونستقبل سنة جديدة. سنستخدم مناديل جميلة، انظروا هنا أيائل ما شاء الله. كذلك هذه المناديل، هنا طقس مثلج ونرى شجرة الميلاد المزينة. أبي قد جالس على الطاولة. أبي مزاجه رائع. بابا. وفواكه جميل، يوسفي وماوس ما شاء الله. ماوس провожаем. Да не, ماوس это банан. وهذا فأر. سنة فأر انتهت ونستقبل سنة الثور. سنة الثور. سلطات، سلطة بعصي السلطعون وسلطة بالخضروات. جميل. هذه السلطة. وأشعلنا هذه الشمعة. انظروا أطباق كثيرة جدا. كذلك بطاطس محمر في الفرن وباللحم ما شاء الله. كوكا كولا برادنا. نرحب بكم ونهنئكم بمناسبة عيد رأس السنة، ولتكن هذه السنة أفضل من السنة الماضية بكثير. نحن نودع سنة ماضية. هذه كوكا كولا. Да, я максимум. الآن أبي سيتذوق كعكة حضرتها أمي.
А ну-то смачно, лезиз. Ага, лезиз. Ви ж сидите. Ой, Мері, господи. Антура, кажеться. Я Амур, де? Ой, я дурака очень спит. Знаешь, что так... Так, ма, играй. Не хочет. Не дить переробники, Бося, переробниками. Уже хочет. Ой. Там равлики вообще ждут. Ой, поедем. Ну, я там танцую тоже. اليوم الأول من شهر يناير، كانون الثاني من سنة 2021، وقررنا أن نخرج ونتمشى قليلا، وسنريكم أشجار الميلاد وأشجار عيد رأس السنة الموجودة في قريتنا. إننا مكثنا طوال النهار في البيت، والآن نريد أن نتحرك قليلا. نأخذكم معنا. الطقس بارد ورطب، لذلك قمنا بتغطية أمور لكي لا يشعر بالبرودة. الآن الساعة 5 مساء، انظروا إلى هذه الإضاءة، إضاءة في المحلات التجارية. واو، يعني هذه زينة عيد رأس السنة. هنا باص نعم يذهب إلى كييف العاصمة. ها هي شجرة عيد الميلاد وعيد رأس السنة. هذه شجرة أولى. انظروا، زرعوها هنا، نقلوها من الغابة وزرعوها هنا في مركز القرية. وهناك نرى شجرة ثانية، شجرة مزينة، ما شاء الله، أيضا تتوهج بالألوان، جميل. الآن سندخل حديقة قريتنا وسنريكم شجرة الميلاد الرئيسية في قريتنا. في حديقة قريتنا توجد مصابيح ومقاعد. نقترب إلى الشجرة الرئيسية. قد اقتربنا. الإضاءة جميلة جدا، والكاميرا عاجزة عن تنقل وتعرض، يعني تعكس كل هذه الألوان وكل هذا الجمال. هنا دار الثقافة للقرية،
وهنا شجرة الشو، شجرة هيا، قد التقطنا بعض صور بالقرب من شجرة الشو. انظروا جميلة. أصدقائنا الأعزاء، مشاهدينا الكرام، نتمنى لكم سنة جديدة سعيدة، نتمنى لكم النجاح والتوفيق والازدهار في كل نشاطاتكم، ولتكن هذه السنة أفضل من السنة الماضية، ولتكن هذه السنة مليئة بالمفاجآت الجميلة. إن شاء الله سيحدث كل شيء تريدونه في حياتكم. يجب أن نؤمن بالمعجزة، وهي بالتأكيد ستحصل في حياتنا. وهنا نرى كتابة أنا أحب ورنكيو. ورنكيو هي تسمية قريتي. لا أعرف إذا رأيتم علامة القلب بدلا من كلمة أحب، ولكن هنا ورنكيو. شكرا جزيلا على مرافقتكم لنا في رحلتنا القصيرة، وفي أمان الله. С новым роком, с новым счастьем, с нового здоровья.